كفايه بس ان انت لما تضحك حد يقول لك انت ضحكتك حلوه لايقه على وشك، مثلا حد يقول لك انت يعني اسنانك بيضه، احنا بنفرح قوي كده لما حد يقول لحد انت اسنانك بتصير معقول ايه كده مثلا. انا عايزه اضيف بس في الابتسامه، احنا عايزين نرجع تاني للموضوع الاساسي بتاعنا اللي هي الابتسامه وكده. احنا يعني بنشوف الاول، بنسمع لازم يكون في علاقه كويسه جدا ما بين المريض والدكتور في حالات التجميل الاسنان. لازم يكون في كوميونيكيشن ما بينهم، يتكلموا مع بعض شويه، وهو يقول طموحاته ان هو نفسه يوصل لغايه فين، والدكتور يقول له ايه هي التريتمنت اوبشنز او خطه العلاج المتاحه اللي ممكن من خلالها ان احنا نعمل تجميل في الاسنان. وده ما بيبقاش عشوائيا كده، ده بيبقى بناء على عده خطوات بتتعمل، بناء من ان يعني مبدئيا كده بناخد صور الاول، ناخد حاجه اسمها فرونتال فيوز، يعني ناخد صور لوش البيشنت، لازم ناخد صور لوشه، وشه ككل، يعني وشه مش على قد مثلا شفايفه بس، لا لا لا، لازم ناخد الفيشيال فيو كله. لازم اخد له فيديوهات وهو بيضحك، اشوف الماكسيمم سمايل قد ايه، يعني في فرق ما بين ضحكتين، في حاجه اسمها فورمال سمايل اللي هي حاجه زي في حاجه حاجه اسمها دوشن سمايل اللي هو حد بيضحك من كل قلبه، بيبان فيها بقى كل التفاصيل. في ناس بيبان بس لغايه الانياب، في ناس تلاقي لغايه اخر درس ورا السنان بتبان. فبنشوف بقى يعني بناخد صور الاول وفيديوز. صور الفيديوز دي انت بتمشي خلاص، البيشنت بيمشي من العياده وبيكمل معايا بقى ان انا بعمل خطوات تانية اسمها تحليل الابتسامه. يعني ايه تحليل الابتسامه؟ هي دي زي اناليسيس كده او دراسه انا بعملها على صور، وبعمل عليها خطوط كده بتبين لي ان انا بعد كده هل انا المفروض اعمل الديزاين بتاعي ازاي. يعني انا هحلل وش البيشنت الاول واشوف وشه ده شكله ايه، اشوف عينيه لونها ايه، اشوف البيند لاين او خط منتصف الوش فين، اشوف الابتسامه حدودها فين، اشوف اللثه باين منها ايه، بحلل شويه نقط، بشوف الكيرف اوف سمايل، السنان العلويه دي لازم الحرف بتاعها يكون متماشي مع الشفه الشفه اللي تحت دي، الاثنين بيبقوا مع بعض كده متوازيين مع بعض، فبيديني سمايل بتاعتي حلوه. يعني اي حاجه جميله في الدنيا مش جميله كده عشوائيا، يعني الاهرامات واللي بنقول واو دي تحفه، دي معموله برولز هندسيه ربنا ادالهم علم، حاجه اسمها كده قواعد كده اسمها جولدن ريشيو او نسب كده معينه بتتعمل بتخلي الحاجه تطلع جميله. يعني نسبه القطع الجانبي بالنسبه للقطع الامامي بالنسبه للقناين، كل واحد يكون احجامهم متوزيعه، ورصه السنان تكون رصه معينه او بتوزيع يعني عرضهم يكون متوزع مع بعض كويس، وما يكونوش كلهم قد بعض، لان لو السنان كلها زي بعض نفس اللون ونفس الشكل دي اسمها شكل تيتيس، حتى بنقول عليها زي البنت شكلس كده، اه هو مرصين بس واحده كده مش حلوه ابدا، وشكلها مش طبيعي ومش مريح ابدا للعين. انا بالنسبه ليا بحسها يا جماعه عارفين الفك اللي بيتباع لو اللبان ده اللي هو انا بحسها كده بصراحه طيب. يعني بتبقى كده، يعني فبيبقى حلو ان احنا يكون في تناسب وتناسق ما بين الاسنان وبعضها، وكل سنان شكلها حلو جنب بعض. تمام يا دكتور. في حد هنا بيسال بيقول هو الليزر التشخيصي فعلا بيسبب الم اول 3 ايام؟ الليزر التشخيصي هو التفتيحي هو في ناس عندها حساسيه، يعني في ناس يختلف درجات الناس مع بعض، في ناس معظم الناس اساسا ما بيحصل لهمش حساسيه من الليزر، وفي بعض الناس اسنانها اصلا اوريدي حساسه شويه فممكن يحصل لهم حساسيه بسيطه خالص وبتخف بالتدريج، يعني ماهاش مؤلمه جدا، وممكن بس قرص مسكن او حاجه مع الفلورايد ابلكيشن مع معجون لتخفيف حساسيه الاسنان الموضوع يبقى بسيط جدا وما بيطولش على فكره، يعني ما بيبقاش فيها مضاعفات كتيره اكتر من الحاجات مثلا حسب حساسيه الاسنان ده وكدا. في ناس بتخلص اصلا يعني طبيب الليزر ده بيبقى من غير بنج، يعني انت ما فيش بنج خالص بيتحط، وبتبقى جلسه من نص ساعه لثلاث اربع ساعه، وفي ناس بتخلصها ما بيبقاش فيها عندها اي مشاكل، وفي ناس ممكن تقول ان هي حاسه بشويه حساسيه وحتى مش على طول مع الساقع بس، يعني مع الحاجات الساقعه بيحس بيها وبتروح، ما فيش حاجه بسيطه خالص، ممكن تاخد بس حاجه مسكنه مع مضمضه كده ومعقول يقلل الحساسيه والموضوع بسيط ان شاء الله.
تمام دكتور. في ناس بقى بتحط السؤال ده جه في بالي دلوقتي وانا نفسي اسال فيها، الاستراس اللي بيحطوه على السنه ده، هل الاستراس ده مثلا ممكن يتكون عليه فيأثر على السنه لو قعد فتره طويله او كده، ولا ايه مثلا؟ ما ينفعش مثلا حد اصلا اوريدي عنده مشكله وعنده تراكم في الجير يقول لي انا عايز اعمل توس سباركل او اللي هي الاستراس او كده على الاسنان، انا مش هوافق، لان في حاجه علاجيه اولويه دلوقتي ان انا اعملها، لازم انضف الجير الاول وبعد كده نعمل التوس سباركل. التوس سباركل دي عمليه سهله جدا، بتعمل في زياره واحده برده ما تكملش نص ساعه بتعمليها، وفي الوان منها كمان ممكن نختار اللون اللي احنا عايزينه. بس لازم يكون ما فيش جير على الاسنان لسه مش ملتهبه، خلاص احنا نظبط الدنيا الاول كويسه، وحد بيغسل سنانه. يعني في حد مثلا ما بيغسلش سنانه يعمل اصلا توس سباركل؟ اولويه، اكيد في اولويات بالظبط، تبقى الاورال هايجين بتاعتي كلها متظبطه، وبعد كده ارجع بقى ان انا اعمل توس سباركل، حاجه بسيطه جدا وبتدي ريزلت حلو والناس بتتبسط بيها يعني عموما. تمام. طب ايه بقى النصايح كده الاجماليه اللي ممكن نحطها في كذا بوينت سريع كده نقولها للناس لو حابه مثلا تضيفيها او تقولي اي حاجه من خلال مثلا تجميل يجي امتى او الحوار ده كله؟ يعني امتى الانسان بيحس ان لا اسناني لازم اعالجها، مصبرش عليها كتير؟ بالظبط كده، اول حاجه ان احنا من غير اي اعراض خالص لازم نروح نزور الاسنان مره كل 3 شهور ل6 شهور، نعمل تنظيف للجير ونعمل ازاله للرواسب الجيريه وننظفها كويس جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه بنعمل فولو اب او متابعه، يعني حد عامل شغل قبل كده يعمل متابعه برده كل 3 شهور ل6 شهور، يعني دي زياره دوريه كده كده تتعمل، نعمل فيها تنظيف جير ومتابعه للشغل الاسنان او للاسنان عموما. في الزياره الدوريه دي الدكتور بيبص لو في اي حاجه فيها بدايات تسوس، ساعات بيكون في حاجات مسوسه ولسه ما بانلهاش اعراض، ما تجيش انت ما فيش حد مثلا يبقى عنده حاجه مسوسه وسايبها ومطنشها يلاقي نفسه فجاه عنده الم فظيع بعد الشر بيصحيه من النوم ومنكد عليه حياته، او حاجه خراج بقى او شوارب وكده. ما تسيبش المشكله ان هي تكبر، كل ما نلحق المشكله في الاول كل ما يقف عليك انت في الالم الالم يبقى اقل، وفي الوقت وفي العلاج في العلاج في الاخر. مثلا لو ريحت حاجه في الاول هتبقى حشوه عادي مش عصب وهكذا، بحيث ان انت تلحق كل حاجه في الاول وهتبقى يعني اسهل واقل الما واوفر كمان. تمام يا دكتور، شكرا ليكي جدا جدا وجودك معانا النهارده، انبسطت خالص والله معاكي جدا، وان شاء الله باذن الله مش هتكون اول يعني اخر مره باذن الله معانا على طول. انا نورتوني وشرفتوني جدا لكل الناس اللي تابعتنا لايف النهارده، وطبعا زي ما يعني بجد من كتر ما انا الناس كانت مهتميه بالموضوع ده احنا طبعا قلنا ان لازم نتكلم فيه، لان الابتسامه او انك تضحك دي من احد الحاجات البسيطه الطلب الجميل انك تضحك وشكلك حلو. تابعونا ان شاء الله دايما على هنا، وباذن الله هننزل لكم لينك الانستغرام ولينك البيج بتاعه الفيسبوك للدكتور رضوى، وتابعوها عشان تستفادوا من كل شيء جميل بتقدمه لنا زي اللايف الجميل كده زيها اللي قدمته لنا النهارده. الله يبارك معاكي خالص، وتشرفونا في اي وقت، وتحت امركم في اي استفسارات تبعتوها للاستاذه دينا واحنا تحت امركم. تمام، شكرا ليك يا دكتور رضوى، شكرا لكم جميعا، ونشوفكم تاني بلايف تاني ومعلومات وخدمات جميله جدا هتعجبكم. سلام.